القرآن الكريم هو كتاب من عند مولانا عز وجل، وهو المعجزة الخالدة التي أنزلت على خير البشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لتحدى به الإنس والجن وما كان منهم، إلا أنهم عجزوا باش أنهم يؤتوا بصورة من مثله. في حلقة اليوم غادي نتكلم لكم عن قصة سورة البقرة اللي بزاف منكم طلبوها ليا، ويا على الحكمة اللي في الأحداث اللي فيها. سلام سلام ومرحبا بكم في قناتنا اليوتيوب سلامي لك. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اذا كنت غير دايز وشفتي الفيديو عجبك ودخلتي ليه، مرحبا بك ويشرفنا انك تكون ضمن العائلة ديالنا. اما اذا كنت من اهل الدار مرحبا بك دائما وابدا. سورة البقرة كلنا تنعرفوا بأنها كتحتل المرتبة الثانية من ترتيب سور القرآن الكريم، وجاء الترتيب ديالها من بعد سورة الفاتحة. هي أطول سورة في القرآن الكريم، واللي العدد الآيات ديالها 286 آية. فأما من حيث النزول كتحتل المرتبة الأولى في ترتيب السور المدنية. سورة البقرة نزلت بعد الهجرة تاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام للمدينة، وفسروا بعض المفسرين بلي السبع المثاني هي السبع السور الأطول في القرآن الكريم، واللي كتبدأ بسورة البقرة. آخر آية نزلت في القرآن الكريم هي آية بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، واللي نزلت قبل الوفاة نتاع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بثمان ليالي فقط. سورة البقرة تكلمات عن خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له والعداوة مع إبليس، بالإضافة إلى ذكر جرائم بني إسرائيل وعنادهم للأنبياء، كما ذكرت قصص حدثت مع بني إسرائيل وأعظمها قصة البقرة، وهي قصة حلقتنا اليوم، واللي كيرجع سبب تسمية السورة الكريمة بالبقرة بسبب ما ذكر فيها من قصة بني إسرائيل مع نبيهم عليه السلام وعنادهم له في ذبح البقرة. ودابا غادي نبدأ لكم في الحكاية. لنبدأ باختصار غادي نقول لكم شكون هما بنو إسرائيل، وإن شاء الله في شي فيديو طويل غنشرح لكم شكون هما. المهم باختصار يعرف بنو إسرائيل بأنهم أولاد نبي الله يعقوب، وكانوا قوم مسلمين لله أحناف في الأساس وفي زمانهم. بدأت أحداث القصة لما قتل رجل من بني إسرائيل عمه حيتاش طمع في الفلوس ديالو. هذا عمه كان إنسان عقيم وما عندوش الولاد، وبغى باش هو اللي يورثه وهو يقتلو. داكشي اللي غادي يدير، قتلو ولاح جثة ديالو قدام بيت رجل من القوم في الليل، واتهم هذاك الرجل بلي هو اللي قتلو. فنضوا أهل الرجل كيدافعوا عليه، وكادوا بنو إسرائيل أن يقتتلوا لولا قال قائل منهم ما تقتلوش واذهبوا إلى نبي الله موسى باش يدلكم على القاتل. فعلا غادي يمشيو عند سيدنا موسى عليه السلام وغادي يخبروه بالأمر وطلبوا منه باش يدلهم على القاتل. وفي هذه اللحظة موسى عليه السلام غادي يدعي مولانا باش أنه يبين لهم القاتل. فأوحى الله لموسى عليه السلام باش يذبحوا بقرة ويضرب المقتول باللحم ديالها، وغادي ينوض وغادي يخبرهم بشكون القاتل، كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالقوم ديال بني إسرائيل تعجبوا من الأمر ديال الله، ويسحب لهم بلي أنه سيدنا موسى كيستهزئ بهم، حيث قال ابن عباس رضي الله عنه فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم. زعما لو كان مشاو جابوا أي بقرة وذبحوها صافي راه دايزة، حيتاش مولانا في الأول قال لهم بقرة وصف. ولكن هما شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم. هما يسولوا موسى عليه السلام عن أوصاف البقرة، فقال لهم إنها ليست كبيرة ولدت الكثير، ولا صغيرة بحيث إنها لم تلد، وإنما هي متوسطة في العمر. فذبحوها ولكن ما لقاوهاش، غادي يرجعوا باش يسولوا على اللون ديالها. عند بالهم إذا وصف لهم أكثر غادي يمشيوا لها مباشرة، ولكن هنا كيزيروا على ريوسهم، وكل مرة جايين بسؤال في شكل. فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يقول لكم بأن اللون ديالها أصفر نقي مشع تدخل السرور على من يراها. ومرة أخرى عاوتاني والو، عاودوا قالوا ليه بلي أنه البقر تشابه، فادعوا لنا ربك يبين لنا الصفات ديالها باش نميزوها على غيرها. ف
فقال لهم إن الله يقول إنها بقرة لا تستخدم في حرث الأرض ولا في السقاية ولونها صاف لا تشوبه شائبة. غادي كيزيروا الأمر بهذوك الأسئلة اللي كيطرحوا، غادي يمشيوا يقلبوا بزاف، فلم يجدوا إلا بقرة واحدة توافق داك الوصف اللي عطاهم، فغادي يمشيوا يطلبوا من صاحب ديالها باش أنه يبيعها لهم، وهو يرفض باش يبيعها إلا أنه يزنها بذهب. فشروها من بعد ما أجهدهم البحث عليها وأتعبهم ثمنها، غادي يذبحوها وغادي يضربوا المقتول بقطعة من اللحم ديالها كما أمرهم الله تعالى. شفتوا العظمة؟ غادي ياخذوا طرف من ميتة ويضربوا به ميت وسيحيا. فقام المقتول بأمر الله وأشار إلى القاتل ثم مات. فكانت تلك الحادثة معجزة من المعجزات الكثيرة اللي نزلها الله على بني إسرائيل، كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهكذا مولانا أمر بني إسرائيل باش يذبحوا البقرة، ولو كان ذبحوا أي بقرة وخذوا منها ليضربوا بها القتيل لعادت الحياة إليه ونطق باسم قاتله. ولكنهم بدلا من أنهم استقبلوا أوامر الله سبحانه وتعالى بالتنفيذ، استقبلوها أولا بعدم التصديق وقالوا أتتخذنا هزوا. غادي يشددوا على نفسهم بطلب أوصاف البقرة حتى جاء الإيضاح من الحق تبارك وتعالى بعمر البقرة واللون ديالها وكل ما كيخصها. وهذا الشيء كله رمشي عبير سبيل، كل شيء في حكمة عند مولانا لخدمة قضية إيمانية أخرى، وهذه القضية محاش تكونوا عرفتوها. اسمعوا، كان رجل صالح من بني إسرائيل كيتحرى الدقة في كسب دياله وما كيرضاش إلا بالحلال. كان هذا الرجل يبتغي وجه الله في أي حاجة كيديرها. لما حضرته الوفاة كانت في الثروة دياله بقرة صغيرة، وكان أنا ذاك ولده باقي صغير، باقي طفل. غادي يحتار الرجل شكون غادي يوصيه لهذه البقرة اللي هي كل الثروة ديالو أو لكل اللي كيملك اللي خلاها الولد ومراته. هو يتجه لمولانا وقال: اللهم إني أستودعك هذه البقرة فحفظها لابني حتى يكبر. من حيتاش ما لقاش حتى أمين على ولده إلا يد الله سبحانه وتعالى. من بعد قال لمراته بلأنه ما لقاش يد آمنة من غير يد ربي، وراه استودعوا ديك البقرة الصغيرة ديالو. سولت مرته أين البقرة؟ قال لها أطلقتها في المراعي وديك الساعة أسلم الروح توفى. فمن بعد غادي يكبر الإبن وعودت له الأم ديالو داكشي اللي وقع، فقال الإبن وأين أجد البقرة لأستردها؟ قالت ليه قلت لك باللي أبوك استودع البقرة عند خالق الكون، فقل إني توكلت على الله وابحث عنها. فعلا قال الإبن: اللهم رب إبراهيم ويعقوب رد علي ما استودعك أبي. ومن بعد غادي ينطلق الحقل وغادي يلقى البقرة ديالهم، وكانت هذه البقرة اللي ذكرت أوصافها لبني إسرائيل، ومشوا باش أنهم يشريوها. وهنا تبدأ القصة اللي قلت لكم في الأول، أنهم بني إسرائيل مشوا باش يشريوها، فقال الإبن لن أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا. ايوه هما يخلصوا بالذهب. واذا كنتو كتعقلوا فاش حكيت لكم ديك النهار قصه الخضر مع سيدنا موسى في سوره الكهف، مولانا وضح هذه الحقيقه. لما جاء العبد الصالح اللي هو سيدنا الخضر وبنى الجدار ليحف كنز يتيمين كان ابوهما صالحا، لقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا كانت يخاطب سيدنا موسى عليه السلام. وهكذا كانت الحكمة الإلهية أن الرجل الصالح اللي استودع كل ما كانت يملكه عند مولانا، فبارك لي الله فيه، وغادي يلقى ولده ثروة كبيرة لما غادي يبلغ سن الشباب. نقطة واحدة أخرى وأخيرة، فلما ذبحوا البقرة ضربوا ببعضها القتيل كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، فإذا به يبعث وينطق اسم قاتله ثم يموت مرة أخرى. وهكذا سميت الصورة باسم سورة البقرة، إثباتا لقضية أساسية في الدين وهي قضية الإيمان بالبعث. سورة البقرة سورة عظيمة وعمرة بأنوار وعمرة بالمواضيع كثيرة. وهذا هو كان موضوع حلقتنا اليوم، كنتمنى أنه يكون نال إعجابكم
وقولوا لي لتحت في التعليق واش كنتوا عارفين هذا الشيء ولا لا. شكرا على استماعكم، شكرا على التحاقكم بالقناة، شكرا على أدبكم وتعاليقكم الجميل والراقية، شكرا على حبكم، شكرا على دعمكم. نقول لكم تلقوا في حلقة مقبلة، وما تنسوش باش أنكم ما تخليوش الفيديو عندكم وتنشروا الفائدة باش تعم. خليتكم على خير في حلقة مقبلة إن شاء الله وقريبة. سلام سلام. أجي نعرفكم شوية بصورة البقرة، أجي نعرفكم واحد شوية بصورة القبرة، أجي نعرفكم واحد شوية بصورة البقرة قبر.